صناعة الأثاث من أقدم الصناعات في مصر، ولأهميتها أنشأت الدولة مدينة كاملة للأثاث في دمياط، وبها جميع احتياجات مصنعي الأخشاب للنهوض بهذه الصناعة وتعزيز صادرات مصر منها. ومنذ أيام قليلة اجتمع رئيس الوزراء بعدد من كبار مصنعي الأثاث بمحافظة دمياط للاستماع إلى رؤاهم بشأن تطوير الصناعة والاستغلال الأمثل لمدينة دمياط للأثاث. نناقش هذا الموضوع بتفاصيل أكثر مع الأستاذ أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وبداية نريد أن نعرف أفضل أبرز تفاصيل الاجتماع مع رئيس الوزراء بكم. أهلا وسهلا يا فندم وبالسادة المشاهدين. بصراحة يعني اجتماع مع رئيس الوزراء عكس اهتمام الدولة بمشروع صناعي يمكن الأول غير مسبوق ان هو ينشأ في الصناعة المصرية، ألا وهو انك بتقدري تجمعي صناعات زي مغذية وصناعات لصناعة الأساس في تجمع صناعي في مدينة مشهورة بصناعة الأساس زي دمياط، وازاي يبقى في تجمع صناعي متكامل بيضم كل الخدمات وبيضم صناعات مغذية وبيحث على ان النهاردة نطلع منتج متطور بجودة مختلفة بتصميمات مختلفة مش بس للسوق المصري بل للعالم كله. ممتاز. وطبعا دمياط تعتبر الأشهر في مصر فيما يتعلق بصناعة الأثاث، هي المحافظة الأم لهذه الصناعة. ما الرؤية المتعلقة بشأن تطويرها وأيضا الاستفادة المثلى لمدينة دمياط للأثاث؟ زي ما حضرتك عارفة صناعة الأثاث في حد ذاتها هي صناعة مبنية على أذواق، والأذواق هي لازم ان احنا نبقى عارفين اللي بيحصل في الأسواق العالمية، سواء كنا عايزين نصدر في دولة عن أخرى، أفريقيا غير آسيا غير أوروبا وغيره وغيره. طبعا التطور ونقل التكنولوجيا ونقل التصميمات أو متطلبات السوق تحتاج ان هي يحصل تطوير في الصناعة بشكل مستمر. ما يمكن كانت فكرة ان احنا نعمل هذا او ان الدولة تعمل هذا التجمع الصناعي لصناع الاساس في محافظة هي تعتبر المصنع الاكبر او الكبير لهذه الصناعة في جمهورية مصر العربية، كان فكر رائد ان ازاي نقدر في مكان واحد نجمع كل الفكرة عشان نطلع منتج مختلف نقدر ننافس فيه عالميا في وقت قصير. ويمكن عشان التجربة كتجربة بحد ذاتها تجربة صناعية فريدة من نوعها وجديدة على السوق الصناعي المصري، فبالتالي واخدة شوية وقت انها تطلع في شكلها الأمثل، وبالتالي التواصل مع الجهات خاصة الحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء مع الصناع ومع الجهات القائمة على الصناعة شيء ضروري جدا ان في تواصل مستمر ان تطلع المدينة على أمثل وجه. ماذا تعني بأن تكون المدينة على أمثل وجه، وإيه نوع المساهمة من الحكومة التي ترى أنها ستساعد صناعة الأثاث؟ لأن المدينة مش مجرد مصانع ورش، التجمع الصناعي ده هو مصانع ورش، مصانع لصناعات مغذية اللي هي بتغذي صناعة الأساس، في مناطق متطورة بتكنولوجيا عالية بتخدم كل الورش، يعني زي ماكينات مركزية تقدر تخدم ورش كلها، مش شرط كل ورشة يبقى عندها هذه الماكينة، وإن كانت هذه الماكينة بتخدم كل الورش والمصانع الموجودة. في مركز تكنولوجيا، مركز تكنولوجيا بينقل التكنولوجيات الحديثة لجميع الورش والصناع الموجودين هناك، في مركز اختبارات بيقيس جودة المنتج هناك، في مراكز تدريب بتدرب العمالة وبتدرب الجهات الإدارية على تسويق هذا المنتج، والأهم كمان وليس أقل أهمية إن في منفذ تجاري بشكل مستمر ومعارض بتعمل اتصال بين المنتج أو المصنع والسوق، سواء كان السوق الداخلي أو السوق العالمي.